إذا ما اتحدت كلمة الأب والأم على أمر ما نجحت خطواتهم. هل من تعليق شيخ فارس؟ البيت الذي يكون ركناه ركني فلاح وتقاء وأنس وقرب من دين الله يكون بيتا موفقا. فإذا كانت ربة البيت امرأة صالحة تخاف الله وترعى الرعية، وإذا كان رب البيت رجلا صالحا يخاف الله ويتقي، إن خرج عن بيته تذكر بأن في البيت من يرعاه، وإن عاد إليه تسلم زمام الرعاية وهج وهيمن على البيت، يصدهم عن معصية الله ويدفعهم لطاعته، ويجازي المحسن بالإحسان، ويعامل المسيء بما ينبغي أن يعامل به على قدر ساعته وسنه. فإذا وجد البيت بهذه الصفة كان بيتا عامرا بالخير والبركة سليما من كل داء. والبيت إذا كانت ربة البيت تخاف الله وتعلم أن الأطفال من بنين وبنات في ذمتها وتحت سلطانها ورعايتها، فراقبت الأولاد وخوفتهم بأبيهم، وراقبت البنات وعملت معهن ما هي أولى به وأجدر. إنما تخوف الأولاد بأبيهم وإنما تعمل مع البنات عمل صاحب السلطان المطلق فيهم، لأنها لا تكون عدوة لهم، إنما تحملهم على طاعة ربها، لتربي هؤلاء النسل من بين البنات على طاعة الله، حتى إذا خرجوا من هذا البيت إما لتأسيس بيت جديد أو انتقلت الفتاة إلى بيت مؤسس، وإذا بذكرهم يذكر أثر التربية، وبمعاملتهم يذكر أثر التقى والصلاح، تذكر أثر التقى والصلاح. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أرشد الناس: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الرعاية تبدأ من صاحب الإمامة العظمى في الأمة، من ولي الأمر الذي له السلطان في دولته، وتنتهي بخادم في المنزل، من رجل يخدم في مال سيده أو خادرة تفلس بيت سيدتها. وكل واحد من هؤلاء في هذا الكيان راعي ومسؤول عن رعيته، فإذا قام كل واحد منهم بحق الرعية وحق الأمانة وأدى أمر الله وأطاعه، تكون من ذلك مجتمع صالح تنحسر فيه الفواحش وتتقلص فيه أسباب الجرائم، ويعم بإذن الله فيه التقى والفلاح، لأن المجتمع من أسره والأسر من بيوتها، والتربية الطيبة تنتج ثمرات عظيمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فنسأل الله يصلح حال المسلمين.